شهر كامل، شهر كامل واكلني وصرعين راسي واكلين دماغي. يا دوك هيحصل ايه في ماتش الاهلي والاتحاد؟ يا دوك هيحصل ايه في ماتش الاهلي والاتحاد السعودي؟ قلت لك انا ما عنديش غير جمله واحده في هذا الصدد وفي هذا الشان: تخاف من الاتحاد السعودي لما تبقى الفرقه كلها لعيبه سعوديه وعندهم دافع ان هم يكسبوا، انما طالما طقم لعيبه عالميين وست سبع لعيبه اجانب في الخط الامامي، قلت لك من قبل الماتش ما يتلعب ده بيمثل حافز اضافي بالنسبه للعيبه الاهلي، ولعيبه الاهلي هتاخد الموضوع ايه؟ مساله شخصيه، وطالما الاهلي خدها مساله شخصيه اعرف ان خلاص وشك للحيط وقفاك ليا. بكره كل حاجه، بكره كل حد، ولابس اسود في اسود، لابس اسود والدنيا خرا، و2023 دي خرا اهو. سواء عامة احساس حلو، احساس حلو ان انت تيجي في نفس هذا المكان كمشجع للهلال كسبان الاتحاد، كمشجع للاهلي كسبان الاتحاد. بفكر الفترة الجاية ان انا اشجع نادي التعاون السعودي، جايز برضو اطلع اوصل لنفس النتيجة في النهاية. بس كما توقعنا ايها الاخوة والاخوات، طالما اللعيبة اللي قصادك لعيبة اجانب، فاللعيبة هتاخد الموضوع مسألة شخصية، وهتقرر ان هي تنزل تفرتك الترنكة هبة حبيبة قلبي وتاخد الموضوع مسألة شخصية، وتقدر ان هي تنتصر على نادي الاتحاد في مباراة للتاريخ من لعيبة النادي الاهلي، مباراة هي الافضل منذ مباراة النادي الاهلي قصاد الوداد في النهائي الافريقي، واللي اكتسح فيها نادي الاتحاد السعودي بثلاث اهداف مقابل لا شيء مع الرأفة. فطالما وصلك الفيديو يا معلم، عايزين هذا الفيديو يبقى تاريخي، تنزل تخبط اللايك المتين او انزل ادعس اللايك حالا بالا فعلا، ووصل الفيديو ده خليه يعدي ال 50,000 وال 100,000 لايك. ولو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك، مستني ايه؟ وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. معاكم من دحنا صلاح وبرنامج المدفع والحديث عن مباراة الاهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأدوية، فيلا بينا نبدأ. انا بس عايز اوضح حاجه في البدايه، معلش، نادي اتحاد جده هو نادي سعودي، وطالما نادي سعودي فهو نادي عربي شقيق، واحنا نادي عربي برضه، فاحنا انديه عربيه، فانديه عربيه بتحفل على بعض ما يجراش حاجه، انما دول صهاينه، وانا لا اقبل ان بني صهيون يخشوا في هذا التحفيل، خاصه هذا الشيء. بص احنا عمالين نغني قبل الماتش، واحد اتنين الطعميه راحت فين، وواحد اتنين الكبسه راحت فين، وفي فايكنج قاعد بيسن السكينه الناحيه التانيه مستني مين الفرده اللي هتقع تحت ايده. يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. لا بجد والله انا سعيد بالاجواء ما بين الجماهير المصريه والجماهير السعوديه من قبل الماتش ما يبدا، اللي هو الموضوع رايح في سكه الهزار والضحك والتحفيل ومش عارف ايه وبتاع، وده كسب عادي، ده كسب عادي في الاول والاخر ماتش كوره، وهي دي الرساله اللي انا عايز اوصلها في الاول، ان في الاول والاخر ده ماتش كوره، عشان احنا بقالنا قربت الشهرين وداخلين في الشهر الثالث تقريبا كل الشعوب العربيه مش طايقه بعض ومش طايقه نفسها. يعني احنا وصلنا لمرحلة ان هو مش الناس بتتخانق كشعب بيتخانق مع شعب تاني، لا هو جوه الشعب الواحد بقى في خناقات وفي حوارات دلوقتي. فيعني عايزين نبقى لطاف ولزاز مع بعض. ماتش في كاس العالم للأدوية خلص، الدنيا ارتاحت، الاهلي كسب، الموضوع تمام، خلص الموضوع على كده. عايزين كلنا نبقى ايه؟ ناس مرتاحة وكويسين، وحدة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، ستة واحد كده. يعني انا سعيد بهذا النادي الاهلي الحقيقه، وسعيد بمارسيل كولر، مارسيل كولر اللي اثبت ان السعوديه لحد دلوقتي فيها مارسيل واحد هو اللي متفوق، وهو مارسيل كولر، لان مارسيلو جاياردو لسه ما جابش الرخصه التدريبيه معاه من امريكا الجنوبيه وهو جاي، او لسه هياخد شويه وقت لحد ما ينقل ما بين الفرقتين، الفرقه اللي سايبها نونو سبيريتو سانتو والافكار الجديده اللي هو بيحاول ان هو يطبقها في الفرقه. لان بصراحه النهارده النادي الاهلي اذا كان في شيء يحسب لمارسيل كولر على مستوى هذه المباراه، هو انه كان واخد الموضوع بجديه زايده، ومش هو بس، كل لعيبه النادي الاهلي بصراحه كانت واخده الموضوع بجديه زايده من اول ثانيه في المباراه لحد اخر ثانيه. ويمكن قدر الالتزام اللي موجود عند اللعيبه النهارده انا شايف ان هو يدرس، وتبقى فرصه ان شريط الفيديو بتاع الماتش ده لعيبه النادي الاهلي تقعد تتفرج عليه مليون مره، عشان في اللحظه اللي تخستع ولا تخرتع ولا ترجع على الدوري تقدم نفس الاداء اللي كانت بتقدمه قبل ما تروح، اتفرجوا على الشريط ده والعبوا زي الماتش ده على طول، واحنا مش عايزين منكم حاجه تاني. ابرز اللقطات الذكيه واللمحات الذكيه اللي عملها مارسيل كولر في مباراه النهارده، هو انه عارف كويس ان جاياردو الناحيه الثانيه، مارسيلو جاياردو
هو فاهم كويس ان كان في مشكله موجوده عند نادي الاتحاد لما كان في التركيبه بتاعت بنزيما وموجود معاه عبد الرزاق حمد الله، وبنزيما بيضطر يبقى تحت المهاجم وعبد الرزاق حمد الله هو اللي متواجد في الخط الامامي، والراجل استغنى عن الفكره دي تماما، والاتحاد بقى بيبدا بشكل اقرب لل 4-3-3. ولكن لما الماتش بيبدا يمشي الشكل بيتغير لطريقه اقرب لل 3-5-2، لان الراجل عنده 2 على الاجنحه، مهند الشنقيطي ناحيه اليمين، زكريا الهوساوي ناحيه الشمال، الاثنين دول مميزين جدا على مستوى الزيادات الهجوميه، وبيقدروا ان هم يقدموا اضافه ممتازه سواء مع كورونادو ناحيه الشمال او كونرادو ناحيه الشمال او رومارينيو ناحيه اليمين. ودي نقطه كان متفطن ليها مارسيل كولر بشكل اكتر من رائع، وقدر ان هو يتعامل معاها بطريقه ممتازه. الطريقه دي وضحت من اول دقيقه في زيادات الاطراف اللي كان بيطبقها لعيبه النادي الاهلي بشكل ممتاز. ليه؟ لانه انت بتتفرج على المباراه دي هتلاحظ حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى هي الزيادات معلول وهاني على مستوى النادي الاهلي، الزيادات اللي بتبدا بعمليه ضغط بدايه من نص ملعب الخصم، ودي حاجه جريئه الناس ما كانتش متخيله ان النادي الاهلي ممكن ان هو يطبقها. ولكن الذكاء اللي كان موجود عند علي معلول، والغريب الذكاء اللي كان موجود عند محمد هاني، يعني نسخه محمد هاني بتاع كاس العالم للانديه دي انا نفسي النادي الاهلي يتعاقد معاها بصراحه. نفسي نسخه محمد هاني بتاع كاس العالم للانديه دي، بص، تدي برايم ترينت الكسندر ارنولد بالجزمه. النسخه محمد هاني بتاع كاس العالم للانديه دي معرفش ايه السر فيها، زايد لقدام، بيضغط في الثلث الامامي، بيمنع الخطوره بدايه من نص ملعب الخصم. الاهلي برغم ان الاستحواذ كان سايبر الاتحاد الا انه كان خانق الاتحاد في مناطقه، الاتحاد مش قادر ان هو يخرج بالكوره بنفس السهوله والسلاسه واليسر. المفاجاه الساره اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي في مباراه النهارده، ودي الحاجه الثانيه اللي لفتت نظري، هي كوكا بصراحه. فكره ان انا عندي لاعب وسط، اللاعب ده السنه مش فاكر اللي فاتت ولا اللي قبلها، السنه اللي قبل اللي فاتت الراجل ده كان بيلعب كاس عالم للانديه كاختيار مجبر عليه موسيماني عشان خاطر اللعيبه كانت وقتها في كاس الامم الافريقيه، واشوف الراجل وصل لمرحله ان هو بيلعب قصاد خط وسط مكون من كانتي وفابينيو وبيقدر ان هو يلعب بمستوى الجوده اللي هو قدمه ومش خايف من الخروج بالكوره ولا هيب الموقف بتاع التعامل مع كانتي وفابينيو. بصراحه كوكا كان مفاجاه ساره النهارده بالنسبه لجماهير الاهلي، زي ما برده كان مروان عطية بالنسبة لي مفاجأة أكتر من سارة، إن هو بدأ يستعيد مستواه شيئا فشيئا، وإن كأس العالم للأندية مثل له حافز إن هو يبدأ يأدي بشكل كويس. مروان عطية بتاع النهاردة هو ده مروان عطية اللي أنا أعرفه، هو ده مروان عطية اللي أنا مستنيه، هو ده مروان عطية اللي أنا متعود أشوفه خلال الموسم اللي فات. والولد للأسف يعني لما دخل في مشاكل نفسية بعد وفاة والده وأثرت على مستواه في الملعب، لكن النهاردة مروان عطية استعاد جزء كبير من المستوى ده وكان مقدم مباراة ممتازة. الحاجة بقى اللي عجباني النهاردة هو إن أنا بتفرج على شكل جديد النادي الاهلي فيه بيضغط في مناطق الخصم، وفي نفس الوقت مفيش المساحات الشاسعه اللي موجوده ما بين الخطوط اللي كنا بنتفرج عليها سابقا. بمعنى لو تتفرج على النسخه السابقه من كاس العالم للانديه، النادي الاهلي وهو بيلعب فرق كبيره زي ريال مدريد وزي الفريق من امريكا الجنوبيه اللي هو كان بيلعبه، تلاحظ في المباراتين دول ان النادي الاهلي كان فيه كم سذاجه في التعامل مع المباراه، كان فيه كم سذاجه في الكرات اللي بتطلع من رجلين اللعيبه، كان فيه كم سذاجه في التمركزات وفتح المساحات كانت مضيعه على النادي الاهلي كل حاجه. ويمكن كهربا النهارده كان يقدر ان هو يوسع النتيجه بالنسبه للنادي الاهلي، وكان يقدر ان هو يكون سبب ان النادي الاهلي يقدر ان هو ينتصر بنتيجه اكبر، ولكن مش كهربا لوحده. النهارده برغم ان امام عاشور قدر ان هو يسجل هدف للنادي الاهلي، الا ان لو تسالني رايي امام ما دخلش جو المباراه غير بعد 60 65 دقيقه. الراجل قدم شوط اول كان اقل من المتوسط، تحصل على انذار بلا داعي، والواحد كان متخوف بقيه الماتش ان هو يخش في حاله ان هو يبدا يفقد تركيزه شيئا فشيئا، ولكن امام كان قادر ان هو يوقف على رجله، كان قادر ان هو يثبت رجله شويه شويه. ولكن في اعتقادي مشكله الثقه اللي موجوده عند امام عاشور هي لسه مشكله محتاجه ان هي تتحل، لان اي حد فينا اتفرج على الشوط الاول ما بين الاهلي والاتحاد هو اكيد كان حاسس من جواه ان الموضوع كان محتاج بشكل او باخر ان كان لازم امام يطلع من الملعب وينزل مكانه محمد مجدي قفشه. ولكن النادي الاهلي لما وصل لمرحله ان هو بيفكر في التغيير ده ونزل السوليه مكان امام عاشور، النادي الاهلي كان بالفعل متقدم 3-0 على نادي الاتحاد السعودي ومضمن ومقفل على كل حاجه. نفرد بقى شويه مساحه للرجل الذي ابقانا في المباراه، الرجل اللي قدم مباراه كبيره في الوقت اللي فيه النادي الاهلي تعرض لخطوره واستقبل فرص ملهاش اي 30 لازمه، وهنا طبعا الحديث يطول عن محمد الشناوي. محمد الشناوي الرجل اللي يمكن مستواه متقلب، الرجل اللي شوية فوق وشوية تحت، ولكن محمد الشناوي في المواعيد الكبيرة الرجل كان حاضر كالعادة. محمد الشناوي في سنتين الرجل قدر ان هو يصد ضرب الجزاء تقريبا كانت من لوكا مودريتش وضرب الجزاء من كريم بنزيمة على مستوى بطولتين كاس عالم للأندية ورا بعض. الشناوي بصراحة مش بس التصدي لضربة الجزاء، الفرصتين حتى اللي كانوا قبل ضربة الجزاء كانوا نقطة مفصلية بالنسبة للنادي الأهلي، لأن فريق الاتحاد تحصل على ضربة الجزاء مبكرا جدا. الفريق خد ضربة الجزاء
قبل نهايه الشوط الاول وفي وقت رخم جدا ما تحبش ان انت تخسر فيه التقدم بتاعك، ولكن الشناوي كان حاضر وفي الموعد. وسبحان الله هو تحس ان الفريقين زي ما يكونوا متفقين على موضوع السيناريو بتاع الماتش من قبل الماتش ما يتلعب، باين اللي هو لمسه يد هنا ملهاش اي لازمه على حسن كادش في منطقه الجزاء بالنسبه لنادي الاتحاد، بعدها بنص ساعه نفس لمسه اليد هي الناحيه الثانيه على محمد عبد المنعم. ده انتوا لو متفقين على السيناريو مش هيطلع كده. اللي يستحق الاشاده في المباراه دي طبعا بلا منازع وفوق الكل هو اكيد مارسيل كولر. مارسيل كولر اللي كان محضر المباراه بشكل ممتاز، مارسيل كولر اللي كان مذاكر الخصم بطريقه اكتر من رائعه، مارسيل كولر اللي كان فاهم كويس هو داخل على ايه قصاد مين ومطلوب منه يعمل ايه بالظبط. مارسيل كولر كان مذاكر كل تفصيله، كل تفصيله وكل نقطه موجوده عند فريق نادي الاتحاد، وقدر ان هو يشتغل على كل نقطه بطريقه اكتر من ممتازه. مارسيل كولر النهارده علامه امتياز و10 على 10 من جانب النادي الاهلي. الراجل قدم لنا مباراه للتاريخ على مستوى التحضير، للتاريخ على مستوى التنفيذ، للتاريخ على مستوى النتيجه. قدم لنا مباراه لا تنسى ومباراه لن تمحى من الذاكره بسهوله، خاصه ان احنا عارفين ان نادي الاتحاد هو فعلا كعبه عالي على النادي الاهلي، وفي ثلاث لقاءات سابقه اعتقد النادي الاهلي ما قدرش ان هو ينتصر لا في كاس العالم للانديه ولا في بطوله السوبر المصري السعودي ولا في البطوله العربيه. النادي الاهلي عنده ثلاث هزايم مسبقا قصاد نادي الاتحاد، وسبحان الله النادي الاهلي قبل الماتش ده كان مسجل هدفين فقط في مرمى نادي الاتحاد في الثلاث ماتشات دول، ومستقبل خمس اهداف، ولو طرحت الخمسه من الاثنين هتلاقي ان الفرق بينهم ثلاثه، ودول الثلاثه اللي اكلهم المعيوف النهارده. بس اجمالا احب افكر الناس في النهايه بحاجتين مهمين. اولا ان ده مجرد ماتش كوره، وان موضوع ان هو يقلب بخناقه وبعركه وشغل العبط بتاع تويتر اللي احنا بنتفرج عليه ده، احنا عارفين ان الناس على ارض الواقع اكبر من الهبل اللي بيمارس على تويتر، واكبر من الهبل اللي بيمارس على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ان هي بتبقى فرصه للتشفي او فرصه للخناق او فرصه للشتيمه ما بين الناس وبعضها، لان احنا اكيد ما نحبش نشوف ده ولا نحب ان احنا نتفرج عليه، وعارفين ان ده مش معبر عن طبيعه العلاقه ما بين الشعب المصري والشعب السعودي ده اولا. ثانيا هي رساله مهمه بالنسبه لجماهير الاهلي، اللي احنا عملناه النهارده ده كان مجرد خطوه اولى في رحله كاس العالم للانديه. النادي الاهلي لا زال قدامه جبل لابد ان يتسلقه على مستوى ملاقات بطل الكوبا ليبرتادوريس فريق فلومينيتزي البرازيلي، وده ماتش مش هيبقى سهل على مستوى السيمي فاينل ما بين الاهلي وفلومينيتزي، ولو قدرت ان انت تتجاوزه فانت عارف ان كده كده 99.9% عندك مانشستر سيتي في الفاينل. الفوز على نادي الاتحاد هو مجرد خطوه اولى ومش عايزينه تبقى النهايه. النادي الاهلي النهارده ثبت رجله في بطوله كاس العالم للانديه، وصل رساله مهمه جدا ان هو هيفضل كبير القاره وكبير الوطن العربي وكبير الشرق الاوسط، وان هو النادي الاكبر مهما حصل ومهما كان ومهما الانديه الثانيه ومهما الدوريات الثانيه عملت. النادي الاهلي هيفضل ليه مكانه خاصه ومكانه كبيره بعيده عن الكل وفي حته ثانيه لوحده قولا وفعلا. ونتمنى ان النادي الاهلي يكون فاهم الموضوع ده، وان احنا ندخل ان شاء الله على المباراه القادمه قصاد فريق فلومينيتزي النادي الاهلي يكون بمعنويات كبيره، يقدر ان هو يقدم مباراه كبيره ويقدر ان هو يقدم نتيجه كبيره، ونشوف النادي الاهلي ان شاء الله متواجد في نهائي كاس العالم للانديه. وجود النادي الاهلي في السعوديه زيه زي وجوده في قطر، زيه زي وجوده في الامارات، مع كامل الاحترام والتقدير احنا لما بنلعب في البلاد دي احنا حرفيا بنلعب في ارضنا، مش بس عشان كمية الجاليات المصرية كبيرة موجودة في البلاد سواء في السعودية أو في قطر أو في الإمارات، ولكن لأن كم التسهيلات، كم التعامل الجيد من جانب الأشقاء، كم التعامل الجيد من جانب المنظمين، بيقدم لنا حاجات فوق الروعة وفوق الوصف وشغل ممتاز بصراحة من جانب المملكة العربية السعودية كمثل أشقائها في الخليج. كل الدول بصراحة في كل دولة راح النادي الأهلي كانت بتقدم كافة التسهيلات، وماتش النهاردة خرج بأفضل صورة ممكنة واتفرجنا على حاجة هي فعلا للتاريخ. أما بالنسبة لنادي اتحاد جدة ففي اعتقادي مفيش مبرر الغضب، مفيش مبرر ان انت تتعصب، حقك ان انت تزعل ان نادي الاتحاد ما كسبش النهارده، لكن في سبب مهم لازم انت تبقى عارفه. الفريق ده الفتره اللي فاتت كان مضطر يعاني مع نونو اسبيريتو سانتو، الفريق ده لا زال عنده قدر من الاصابات محتاج ان هو يتعامل معاه، فلازم تبقى فاهم كويس وانت بتتفرج على الفرقه ان انت عندك مدير فني جديد لسه ما حطش بصمته مع الفريق، وعندك فريق منقوص بسبب الاصابات ولا زال مضطر ان هو يتعامل مع كم مشاكل على مستوى الاصابات والغيابات لسه بيحل بيها أزماته. الفريق ما كانش أكتر فريق موفق على مستوى عقد الصفقات في الدوري السعودي، ولكن في نفس الوقت أيها الإخوة والأخوات لسه فريق الاتحاد بيحاول إن هو يصلح أموره، لسه بيحاول يصلح البيت من الداخل، الفرقة لسه محتاجة شغل كتير تحت قيادة المدير الفني الجديد عشان تقول إن فريق الاتحاد رجع للطريق الصحيح وبيلعب فعلا وكأنه بطل الدوري السعودي. ختاما شكرا لكل الناس اللي كانت موجودة معانا، وشكرا لكل الناس اللي تابعت معانا الفيديو ده. اتمنى الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو انتم مش مشتركين في القناة انزلوا اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. ختاما كان معاكم ممدوح نصر الله وبرنامج المدفع، نراكم على خير ان شاء الله في مناسبات لاحقة. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.